السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما نبدو هضرتنا وكلامنا بالصلاة على الحبيب المصطفى عليه ألف صلاة وألف سلام. كي راكم شيرات من شاء الله تكونوا بخير وهذا الفيديو يلقاكم بخير ثم وليداتكم مهنيين اون بون سونتي. قولوا كاع آمين. اليوم عندنا فيديو متنوع نتمنى ان شاء الله يعجبكم ويكون خفيف ظريف عليكم وعلى قلوبكم. اليوم عندنا فيديو غادي نرد عليه على اللي جاوني تعليقات بزاف في الفيديو اللي فات، الوغ غادي نرد عليها ان شاء الله في هذا الفيديو في الفيديو تاع مشتريات رمضان غادي نرد عليكم. وعندنا روتين مختلف طريقتي في لابيوغي كيفاش نحضرها لي زاسوس اللي نديرهم فيها. نبارطاجي معكم حشايه، هنا بارطاجيت معكم حاجه حلوه ان شاء الله ربي يحل ايامكم. نبسس المقلي والمعسل حتى نلقى الطريقه ولي زاسوس نتاوعي. الوغ ضربوا طله في القناه تاع الوصفات غادي تلقوني حطيتها لكم. شوفوا يجي مشرب يجي يتفتت يجي يدوب يجي كيما تبغوا تقولوا له قولوا له، المهم النتيجه روعه. كاين بزاف اللي محتامدينها وكاين بزاف اللي يديروها لسنوات ولكن درت لها واحد الاضافات. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتضربوا طله ما تلاطوهاش. غادي نبدو حاجه الاولى اللي نبدو بها هي نرد على تعليقاتكم في الفيديو اللي فات. انا شيرات بغيت نسقسي على التساؤلات اللي جاوني في الفيديو تاع المشتريات. جاوني بزاف تساؤلات. حاجه الاولى قالت لي وحده هذا صح، قالوا لي صح هذه فهمنا باللي لوغود دغوده، والاخر قالوا لي باللي فرماج روج. ميرسي على التوضيح. المهم وحده سقسني قالت لي كيفاش ديري تحافظي على البيدو تاع الفرماج. قالت لي باسكو انايا من حلاه وكل شيء يبدا يطلق لي الماء ولا يضبب ولا كاين هادو بزاف يشتكوا منها خصوصا اللي ما يستعملوش بزاف. الوغ شنو نقول لك حبيبتي، حكمي اون بواط صغيره، انا هذه لاسوس ندير حكمي اون بواط صغيره عمري فيها عمريها، ديري كميه في هذيك القبصه الصغيره وتولي تستعملي منها انتيا ولا لاي واحد في العائله يبغي يجبد يجبد منها حتى تكمليها وعاودي عمريها. يقعد لك روعه، هو ماشي يضيع لك، هو ما يضيع من الحل وتبلعي تحلي وتبلعي تحلي وتبلعي سي بور سا يضيع لك. الوغ هذه اون استوس ساهله. وكاين وحده قالت لي هذو كاع لي فرماج اللي شتيهم شي صحيين، قالت لي ما تزعفيش مني وما نزعفش. شوف انا مين تجي لي كومونتير في سؤال ولا فيه توضيح ولا فيه استفسار ولا فيه تبغي تفهمني حاجه ولا جامي ديروا فيه سانكم بلي نزعف. هذه كونكم متاكدين منها. قالت لي على ما تشيش فرماج لو فري فرماج شيدر ولا لو فري غودا، ولا انا الامكانيه تاعي ما تسمحليش باش نشري لو فري ماغري كو دي فوا تروحي تشي 30000 ولا 40000 يعطيك كميه مليحه. ولكن انا وليداتي ندير بزاف هاد الصوالح تاع لي بيتزا تاع المملحه تاع لي سوفلي تاع منا اللي يدخلوا فيهم لو فرماج. الفرماج هذا اللي نقولوا له حنايا الفرماج تاع البيتزا، ولكن انا الامكانيه تاعي ما تسمحيش باش نشري هذاك باسكو الا شريته نجي نشري كميه كبيره. المهم كان قالت لي راني ندير فيه هذا، قالت لي هذا بزاف شباب نقول لكم بلي شباب، وهذاك اللي كارت تاعه غوج راه مقطوع ما راهش كاين. وافضل وافضل هذاك اللي يجي البابي تاعه كاع احمر، هذاك ما رانيش نلقاه. هادو قلت لكم مازال ما جربتهمش حتى نجربهم ان شاء الله ونقول لكم كيفاش النتيجه تاعهم، ولكن هذا راني مجرباته. كاين اللي نصحوني بالسوبرات تاع يغمراسن، ميرا تاع يغمراسن. انا رحت ميرا تاع الصباح ولا تاع الياسمين، المهم رحت لها نصحتوني بها ورحت لها من قبل، ولكن ما على باليش علاه ما ساعدتنيش. كل واحده وكيفاش. الخطا الجايه ان شاء الله ولا المره الجايه ان شاء الله نروح للسوبر تاع ميرا تاع يغمراسن ونشوفها ونرد لكم ونرجع لكم بالخبر. كاين تاني تعليق اخر جاني على الطوماطيس، قال لي هذيك الكبيره فيهاش كيلو فيها 800 غرام. شكرا على التوضيح. وكاين غادي نخرج شويه على الموضوع تاع المشتريات وتاع تحضيرات رمضان. هنايا قالت لي وحده سقسني على الليلينات اللي نديرهم انايا تاع الشوف تاع هادو باش نشوف بهم الكتبه ولا نشوف بهم التليفون كتبه بليطو لا بليبار دي طون الكتبه. قالت لي اسكو الكادر شيتيه من عند لوبتيسيان والزاج؟ شوفي انا الكادر شيته من الطوابل تاع عندي جديده، والزاجه بيان سور عند لوبتيسيان. لوبتيسيان تاع بلاطو نسي راح لي الاسم نتاعها، معيت نفكر فيه وراح لي الاسم نتاعها، هي مشهوره. من بعد نسقسي راجلي ونجاوبك ان شاء الله في لي كومونتير. المهم الزاجه خدمتها لي 250 وعندها هي ثاني لي كادر، ولكن تقامك شويه غاليه. ما نصحتنيش، قالت لي بلي هادو لي كادر ماشي ملاح وكلش زعما بخوفي يتخرسوا. انا راه عندي فئه وعندي فيه بث تقريبا راهم عندي في عام ما عندهم يطيحوا ويعاود نرفدهم يعاود ما صرا لهم حتى حاجه. هذه بغيت نجاوب الاخت اللي سقسني على ليلينات.
هنا بغيت نتقاسم معكم الحشايه. شا كان حشايه الو حاجه الاولى اللي بديت بها، عجنت المطلوع تاع الفارينه الخفيف الظريف اللي بلا عجين اللي غير بالتضراب ويجي ما شاء الله ما شاء الله. وشوفوا والفت ندير هاد لاستيس تاع البيدو، يخمر لك بالك في نص ساعه يكون المطلوع تاعك واجد. ندهن يدي بشويه تاع الزيت وندير الخبيزات، انا نبغيهم كوراكو الفتين، ما بغيش يغليض بزاف، نبغيه يجي شويه رقيق المطلوع. المهم الفارينه الملح والسكر والخميره الخبز ونخلطوهم، نضربوا شويه، نعاودو نخلو العجينه تاعنا تخمر، نعاودو نكسرو لها التخمير تاعها، نعاودو نبلعو، نعاودو نخلوها تخمر لا دوزيام فوا، ونديرهم خبيزات نقرصوهم ونخلوهم يريحوا شويه ونايطالوهم ونخلوهم تاني يعاودو يريحوا يخمروا شويه، ونبداو نطيبوا فيهم. دوك تشوفوا معايا كيفاش غادي يجوا ما شاء الله، وندردر عليهم بالسميد الرطب. وهذاك لو بابي دو كويسون دائما 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 هو اللي نخدم فيه المطلوع، ما نقيسهش. نعاود نلم السميد اللي فيه ونبدا نستعمله كل خطره. انا شريت بعد ما ريح المطلوع كل يوم كي ولد اورانج. المهم بديت نطيب هايلا، ها هو المطلوع تاعي كيفاش يجي فشفش يجي ما شاء الله ما شاء الله. مبغيتش نعاود معكم الوصال، يعني بارطاجيتها معكم شحال من خضره. هنا راني دايره بطاطا طيب، باغي ندير لا بيوري للحشا، درتها في البيض هنايا. هنا راني نقلي كميه تاع الكبسه باش نديرها بلا صوص روج. دي فوا شوف الشير، دي فوا نقليها دي فوا ما نقليها، دي فوا ندير اي صوص طوماط بالطوماط كونسونطري، ومن بعد نقص فيها لي بوله تاع الكبسه وطيبو. دي فوا تبان لي باش يطلق لنا ديك البنه تاع الكبسه، نقليها شويه. شوفوا المطلوع تاعنا يا درا يا مندرك كيفاش راه داير. هانا شوفوا غادي نقلبه ونخليه يتحمر. شوفوا كيفاش يجي ما شاء الله المطلوع تاع الفارينه. شوفوا انا في رمضان ما كون نوع في الخبز، ولكن حنا يبغوا المطلوع تاع هذا تاع الفارينه يموت عليك تجي خفيف ويجي شباب. وانا عارفين بلي المطلوع تاع السميد هو صحي اكثر منه، ولكن على حسب دائما تبعوا سيرتو في رمضان على حسب الوليدات واش يبغوا. راني دايره معاه السميد تاع الثوم نتقلو شويه معاه. غادي ندير طوماطيس، ندير لاصوص طوماط باش نرافقها بلا بيوري، وراكم معايا في الحشايه تاع اليوم. انا شريت بغيت ندير لابيغي معاكم على طريقتي، ولكن كاين بزاف يديروها بهذه الطريقه. المهم اللي تقولي نعرفها نقولها على بالي بلي تعرفيها. المهم شريت انا بغيت نبارطاجيها، لا فابور انا بغيت نبارطاجيها اللي ما يعرفوهاش يديروا هذه الاضافه وكذا. وكيفاش هنا بعد ما فيت طيبت البطاطا مليح، انا شلت لها مغرف كبيره تاع الزبده، وندير معاها مغرف كبيرة تاع الفرماج، نزيدها بنة مغرف كبيرة تاع الفرماج والحليب بيان سور، ونضربها بالباتور باش تجي يكون واحد سبوني شيه، تجيكم واحد لابيوغي طوب دي طوب، تجي خفيفة 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 لواحد الدرجة. هنا غادي نضيفو الحليب. هنا بعد ما ضفت الحليب غادي نحطو لابيغي تاعنا بالطريقة اللي يبغيها تقيلة، ديرها تقيلة ديرها خفيفة، نزيد الحليب تكون تجي خفيفة خفيفة خفيفة، سخو ليها الصوص. غادي نذوق الملح، مبغيتش نذوق الملح حتى نزيد الفرماج، ونزيدها واحد شويه تاع الملح باش ما تجيش صامطه. وهنا لا بيوري راها واجده معايا، شوفوا القوام تاعها كيفاش يجي، تجي ايغي تجي متهويه ما شاء الله. المطلوب تاعي راه طاب، يعني وجدته هنايا. تاني نديكم تشوفوا لاصوص، شوفوا لاصوص كيفاش راها ما شاء الله، راها كفته طيب تاع
تعتقد في خطرها وتكون واجده معنا ان شاء الله. وهنايا وهنايا بغيتكم تشوفوا المضلوع، شوف كيفاش يجي خفيف خفيف خفيف، يجي روعه. زوج خبيزات، واحد خبيزه صغيره درتها معكم، هاهما نشوفوا كيفاش يجوا خفاف ما شاء الله. يجي واحد المطلوع خفيف، نقسم معكم هكا غير هكا بلا خدمي بلا حتى حاجه. شوف المطلوع كيفاش يجي، هو لفتوه اللي معايا من قبل، هذا هو القوام تاعه. نكمل نطيب لاصوص نتاعي ونحطو حشانه، راني دايره ثاني الباربه بجهه راها طيب، ونقطعها معكم ونشوفوا طريقه الحفظ. حشانه تاع اللي مشينا تراه وجد، اللي هو لا بيوري، ودرت شويه تاع السلاطه باسكو ناكلها غير انا. شوفوا كيفاش تجي خفيفه، تجي ما شاء الله. بيان سور لاصوص اللي درناها مع بعض تاع الكفته ثاني، شوفوا كيفاش تجي. ما شاء الله، هذا هو حشانة مع مطلع الله الله عليه خفيف. ها هو المطلع تاعنا تاع اليوم، شوفوا غير وحده اسفنجي. كان هذا هو الفيديو تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله عجبكم، كنت خفيف ظريف. هذا كيما دائما نقول لكم اعلى قلوبكم، كما هذه السلطه هايله خفيفه ظريفه على قلوبكم. بقاو في رواقكم في صحتكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. السلام عليكم.